صافي عندهم بطاقه لا هي الشرطه لا احنا درنا تكوين من يقول لهم تكوين ومن بعد هما يديروا عند البورطه يديروا كاليفيكاسيون اللي يبين ديالي يدي بطاقه حرفي ومن بعد يمشي لورجا باش هو نستهدفوا النساء المكيفات بالبيت يتعلم يهز الحرفه ومن بعد يفوتوا فين اللي عندي يفوتوا لونجيل مثلا باش يدي القرض ومن بعد يدخل بطاقه حرفي يدخل مثلا الشرطه هاتكوين ولا تكوين ديال هذا البطاقه ومن بعد يدير كاليفيكاسيون كاليفيكاسيون ومن بعد يدير بطاقه عندك البطاقه عندي معلمه هذه المره ان شاء الله هذه الايام تبيعوا ان شاء الله ان شاء الله معلمه في الصوره خلينا بصح يكون كيف الفيزياء شويه بصح مواد اوليه ما كانش صح اللي عندنا رانا نعرضوا فيه اما كيجيو نشرو ما كانش يعني على الولايات يعني الولايات كثر الحر الحر ما كان ان شاء الله ربي يعاونك صحيح السلام عليكم. حنا مدينة تليبسان جينا عندكم ضياف. واش البلاصة في تمساح؟ حنا في غرفة مع أبو صليم. غرفة الصناعة التقليدية هي تقصد الهيكل اللي جاتهم. حنايا خويات جبنا قسطانة وجبنا صوج وجبنا جواهر. جينا عندكم ضياف. واش شتي الخدمة نتاع حنايا واش رايك فيها؟ كيف حنا وياكم كيف حنا ما عندوش حنا جينا العيد عندنا اليوم حنا جينا العيد عندنا وجينا حنا جميع حنا مجموعين وجينا نديروا عيدنا هنا عندكم مدينة تلسان وثاني تكون فيها كبادة مرحبا بكم عندنا حنا رحنا ماشي بعيد عليكم حنا جينا هيا مرحبا بكم عندنا شحال العدد هذا تاع اللي معك جرام معك؟ خمسة لا الاخرين كل واحد متخصص لا بالي هو الجوهر هذا الجوهر كاين خمسة ما يكونش لا جبت شو هنا راني على الصيف ذاكر معليش لهم يعني باب هي الدوره التكوينيه في تسويق المنتوج التقليدي على مستوى المؤسسه الفندقيه فاطمه دق احنا رانا درنا 3 ايام تاع التسويق تاعنا وقرينا فيها وكاع ورانا تاع الجوهر وعلى الاخر ماذا فينا طلب الزياده تكون على مستوى دار الصناعه التقليديه نقول محل صناعه واش عندهم هما صناعه التعليم الشبابي حصل ديموند بالنسبه للمحلات هذول اللي على مستوى الغرفه معليش تلقى مثلا محل تلقى فيه طروفه تلقى فيه ثلاثه كل جهه مثلا قال كوتي دروه الجانب الايمن المستفيد جانب الكونفور ثاني كي كيف روزيان من بعد المشتري راه عنده لو شوا يدخل داخل يشوف مانيش عارف اش في هذه تمشي ما تمشيش هما المحلات صغار ماهمش المحلات الكبار هي العرض هما كاين العرض والبيع العرض والبيع ايوا تربو على الشوا شوفي شوفي نتمنى القلب تاعي واه طاب تقدر تجي طلب شي محل في مؤخر راه عندنا الطلب واه الطلب تاعك راه الطلب تاع المحل وعندنا على مستوى رئيس اللجنه هو رئيس اللجنه والله يكون باش